الماجل، خالد الماجل بيسلمها لسامي جاسم، سامي جاسم بيسلمها ناحية عمر بخشوي، لكن بيقطع منه على نصف خط الفريق بيجري وبتطلع لصالح عمر بخشوي. هيلعبها سامي جاسم، رمي التماس، بيلعبها سامي ورا لصالح خليفة، صالح خليفة هيرفع داخل المنطقة، بيرفع في ايد حارس المرمى، بيطلب من ايده وشايع في الجول، وشايع في الجول، وهدف هدف هدف بيسجله شايع النفيسة. كرة حلوة بيرفعها صالح خليفة، وانا قلت انها في ايد حارس المرمى لانه واضح التقاط حارس المرمى هيكون سهل ليها، وبيطلع بيطلع وبيرفعها مرة ثانية وبتفلت من حارس المرمى وبيسجل منها شايع النفيسة الهدف. وهذا الجمهور اللي جاي يقطع الاف الاميال عشان يوقف ورا فريقه، بيحيي وبيهتف للجمهور للمنتخب السعودي، وده هدف شائع النفيسة في الدقيقة 7 من الشوط الثاني من المباراة. بتفلت الكورة من حارس المرمى، وطبعا المتابعة بتسقط امام شايع، وما في ابدا امكانية انه يكون تسلل اطلاقا لانه الكورة جايته من الخصم في هذه الحالة لو حارس المرمى. لما شايع وشايع سلم العبادي، وعبادي عديها حلوة ليه فادي المستبيح، فادي المستبيح ناحية الجناح اليسار في ترابة رقم واحد، حيرفع بيرفع في اتجاه المرمى وبيجي عليها عمر بخشوي، بتعدي وتفلت والمرمى فاضي والمرمى مكشوف وفي المرمى وجول. الهدف الثاني، الهدف الثاني، كرة حلوة بتترافع من عمر بخشوي ويكملها المدافع في المرمى. وده الكلام اللي انا كنت اقوله قبل شوية، انه انكشفت نقطة معينة ولابد على الفريق المقابل ان يستغل هذه النقطة. هذه الكرة وصلت حلوة سامي جاسم، برافو يا سامي، سامي جاسم ويحطها ويسجل سامي جاسم في الدقيقة 17 بعد 10 دقائق من الجول الاولاني. سامي جاسم في الدقيقة 17 من الجول الثاني، الهدف الثاني. كور حلوة وملعوبة وجميلة، ده يعني هنا الخبرة وهنا اسلوب التكتيك في اللعب. عرفنا انه الحارس العماني سليمان بينقض انضباط رائع جدا، وبيجي يرحم خالد المصبيح، بيجي فاز ومررها لخالد الناجي، داخل بيها خالد الناجي، تاخر فيها ياخذها المصبيح وتاخذ بيها لفات، يلا فات يلا فات يلا بالجول يلا بالجول. الجول الثالث، الجول الثالث للمنتخب السعودي، بيسجل من كورة حلوة جري فيها فهد المصبيح وفضى نفسه على طول خالد الماجد وصلحت وسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب السعودي. هذه فهد تجري، هذه فهد تجري وتصلحها برا وتتصلح لصالح خليفة ويسجل الجول الثالث. ثلاثة أهداف للمنتخب السعودي مقابل هدف واحد للفريق العماني الشقيق. هذا صالح رقم 14 يا دوبك حصلها، وبكل خبرة اللي الله اعطاله اياها بيحطها وبيحجزها وبيسجل هدفنا الثالث، وريح اعصاب لعيبتنا واعصاب جمهورنا اكثر